تعالى صينية بسبوسة تستاهل بقك يا مشرف. تسلم لي مجايبك يا حبيبي. ربنا يخليكي. يا ابني امسك ايدك شوية في المصروف، انت مهيتك يا دوب على القد. ياما سيبيها على الله، خير ربنا كتير. ربنا ما يحرمني منك ولا من دخلتك عليا يا ضنايا. بس على شرط ما يكونش بقلوب فاضية. بس يا واد دي واحدة حبيبي احضر لك العشاء. طيب ياما بس بسرعة احسن انا واقع من الجوع. مشريف. نعم. ايدك على مصروف بعد. مصروف يا ولد. انت مش لسه واخد فلوس وبعدين لسه فاضل في الشهر 10 ايام. ما انت عارف كل حاجه بتغلى، وكمان انت عارف انا بعمل فيهم ايه؟ ما كله رايح على الاقلام والاساتيك والكراريس. بس 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 هتستهبل عليا؟ كله رايح على الاساتيك والكراريس ولا على البت المسؤوله بتعه حلبسه؟ حلبسه؟ لا يا اخويا اوعى تنكر، اوعى تنكر. انا شايفك امبارح وانت واقف معاها على باب الحاره جنب عربيه وزه بتاعت الحلبسه. طب وايه يعني؟ ما انا شفتك اول امبارح انت وقبل ناهد قاعدين في كازن اللي عنيل بتاكل فلاتي. شش انت بتجس عليا ولا؟ لا انا حبيت اقول لك بس على شويش امك تسمع وبعدين تفتح لي موضوع الجواز تاني. امسك هذه مصروف الشهر اهو مقدم. يلا تشكر يا سوق. نامي ما انت فالح يا بتاع بدعه. عامله ايه مع شريف يا نادي؟ اهو لا جديد. هو ما راحش قابل مامتك؟ لا. طب ومستنيه ايه؟ مش عارف. اسمعي يا ناه انت عايزه رايي بصراحه، اللي زي شريف دولت بتوع تسليه وبس، مالهمش في الجواز ابدا. لا 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 بالعكس، شريف مش زي ما انت فاهمه، دايما يكلمني عن الحياه الزوجيه والاولاد والاسره، بس هو متردد شويه عشان ظروفه الماديه. وبعدين ما تنسيش ان هو مسؤول عن والدته وعن اخوه، ومساله الجواز دي مش مساله سهله. طب يا بنتي وانت ذنبك ايه؟ اللي زي شريف ده موظف، والموظفين دول حاله ما بيصلحش ابدا. هاي صباح الخير يا نسات. اهلا يا شريف، اتفضل. طب يا جماعه استاذن انا بقى وهبعتلكم في الاتوبيس. باي باي. باي باي نيفر مايند. نايم كويس انها مشيت. اصل بصراحه عايز اتكلم معاكي في موضوع خاص شويه. موضوع خاص ايه يعني؟ يعني انا كنت متردد افتحك في الموضوع دوت من فتره، بس اكتشفت ان الوقت بيجري، فقلت لازم احسم المساله دي بشكل نهائي وتجاوبيني يا يا لا. تحسم مساله ايه؟ انا مش فاهم. ناهد انا عايز اجي لكم البيت بكره عشان اقابل ماما. بكره؟ بكره؟ ايوه. خير؟ خير ان شاء الله. بصراحة في واحدة ست جارتنا اسمها كوثر، ست غلبانة، عايزة تنقل ابنها من مدرسته في مدرسة قريبة من سكنها. قلت لها اكتبي طلب، وأنا عشم كبير في والدتك إنها تساعدها باعتبارها موظفة جامدة في وزارة التربية والتعليم. هو ده الموضوع اللي كنت عاوز تقابل ماما عشانه يا شريف؟ أيوه يا ناهي. أنا صحيح كنت متردد وخجلان لأني ما بحبش حكاية الوسط دي نهائيا، بس لقيت انها مسألة انسانية ما تحتملش اي تأخير. لو انت اكيد في بلاغ جه للبوليس على مانولي وريجينا. دول كانوا خلاص هيخرجوا بالشرط. تلاقيهم اتلخموا قدامه وبنت عينيهم الخوف عشان كده فتشهم. اصل كمان المقرور اللي مسكهم ده معروف في كل الجمرك انه ارزل واخلص رئيس وردية، واللي بيقع تحت ايده بيتبهدل تفتيش. مين الواد ده؟ اشوفه هنا. ازيك يا شريف بالحب؟ ازيك؟ معقول اشوفك صدفه بعد السنين كلها؟ يا سيدي مسير الحي اتلاقى، بس هو احنا ايه؟ الله انت مش فاكرني ولا ايه؟ هي شكلك مش غريب عليا. انا ماهر عباس زميلك في الاربيه الاعداديه. اوعى تكون نسيتني بقى. ماهر؟ ايوه ماهر عباس. ازيك يا ماهر؟ ازيك شريف؟ ازيك يا ماهر؟ ازيك بس
بس ايه يا راجل، معقولة حد ينسى زمايل أحلى أيام العمر؟ أيوة، بس ماهر كان شكله مختلف تماما عن شكل حضرتك. وبعدين ما كانش اسمه ماهر. لا ده انت الظاهر عليك ذاكرتك بقت وحشة جدا. طب عارف مين معايا هنا في العربية؟ مين؟ علي حسين عبد السلام، كان زميلنا في نفس المدرسة بس هو كان في تالتة رابع. ايه ده؟ علي حسين عبد السلام معاك هنا يا ماهر؟ أيوة. طيب ايه طيب دي؟ على الله تكون مش فاكر كمان علي حسين. إذا كنت أنا ما افتكرتش حضرتك شخصيا وأنت واقف قدامي، هفتكر علي حسين أنا ما شفتوش. طب تعالى بس أنت تشوف في العربية هتفتكره على طول. معلش عشان تعالى، ده مش هيصدق لما يشوفك. الزملاء مستنيين. بس زملاء إيه؟ تعالى بس أنا فاهمك. هقول لك بس يا شريف تعالى اسمع الكلام. لا ده أنا ما صدقت لا إيه؟ لا تعالى بس. مش هعرف أروح بعد كده. شفت قابلت مين بالصدفة علي؟ شريف. إيه ده؟ شريف مهران؟ مش ممكن. بالحب يا شريف. منور. ايه يا شريف مالك بتبحلق لك كده ليه؟ زي ما تكون مش فاكرني. انت كنت معايا في العربيه الاعداديه مش كده؟ ايوه. علشان كان بيحط قطن في ودانه. لا هو كان بيحطها على عينه الشمال. يا سيدي ما تفرقش مع عينه جنب ودنه. الله، هو شريف بيه هيفضل يرغي ويسيبنا ملطوعين كده؟ اضرب له كلاكس عاشور، ولا يلا بينا نمشي ونسيبه يكمل كلامه على البهوات اللي معاه. طب يا جماعه، رغم اننا ما زلنا نعاني ان احنا نقدر نفتكر بعض كزملاء قدام، انما هنعتبرها فرصه سعيده. صلاح فين يا راجل؟ ده احنا ما صدقنا اعترنا فيك بعد السنين دي كلها. ايوه ما هو في زملاء اخرين مستنيين في الاوتوبيس. طب استنى بس، انت مش بتفهم كولونيا؟ كولونيا ايه؟ انا جايبها مشروع الحره وخايف تكون مضروبه. طب شوف بس مساله فن رايك ايه؟ ليه يا علي ليه تحط لي كولونيا؟ انا ما بحبش الكولونيا يا علي. ليه يا علي؟ اطلع فرج. ممكن اتشرف بالوعاء جنبك يا انسه نيت؟ ليه كرسيك حصل له حاجه؟ لا ابدا، بس ونقعد نسلي بعض طول السكه. اتفضل. رغم ان انا دايما اقول على شريف انه محظوظ، لكن انا حاسس النهارده ان انا محظوظ اكتر منه مليون مره. اشمعنى يعني؟ لان الحظ اساعدني وهقعد جنبك طول السكه. تقدم اللي قتلته. قتلت مين بس؟ القتيل اللي بتدور على قتله. ومين اللي قالك ان احنا بندور على قاتل؟ امال يعني كل من جماعين ليه؟ عشان الموضوع اخطر بكتير من القتل. اخطر بكتير. طيب الله الله. شريف فوق. شريف فوق. انا هعترف. انا هعترف بكل حاجه. هعترف بايه بس؟ والله العظيم انا مين اللي حياك؟ أنا أمي من الأدهم. أنا كوثر جارتنا ضربت أمي أخويا، ضربته على سور ودنه، كان ممكن يعني يترش فيها. أنا ماما راحت لها تقول لها ليه كوثر كده؟ ده احنا عايشين في الحارة مع بعض. كوثر مين أمك؟ أنت فاكر إن احنا جايبينك هنا عشان خناقة أمك؟ خلاص شوف أنتوا عايزين أعترف بيه وأنا هعترف. تحت أمركم. علي علي ماهر حبيبي ماهر. الأبية والبهمية مش أنتوا؟ أنتوا الحاجات دي؟ افتكرتكم. انا كنت فقدت الذاكره بس الحمد لله رجعت لي. احمدك يا رب. انا اسف اذا كنت زعلانك مني، ما افتكرتكمش من الاول. فانا حمار. حقوق عليا. ادي راسك كمان. ماهر شريف خلاص. اخوات ده احنا زمايل من زمان. شريف احنا حبايبي. الله يا ريا شريف، ما تقدر تمسك نفسك؟ امال امسك نفسي ازاي بيه؟
حد يشوف المهرجان ده كله ويعرف يمسك نفسه. ده انا بشوف عسكري المرور في الشارع متراعب. والله انا مش عارف يعني انا علي مالي شريف؟ مش معقول كده شريف؟ ما تخافش ما تخافش يا شريف، احنا مش عايزين نأذيك ولا ناويين نضرك، بالعكس احنا عايزينك انت اللي تساعدنا. اساعدكم؟ ايوه انتوا عايزيني انا اساعدكم؟ ايوه والله العظيم كل اللي احتكم عليه في جيبي 15 جنيه وسبع سنين لو يخلصكم انا ما عنديش معنى. يا شريف يا شريف اهدى بقى كده واقعد عشان نعرف نتكلم. خد سيجاره تحت عمرك عينيا. مالك؟ في ايه؟ اصلي ما بدخنش. لما ما بتدخنش خدتها ليه يا شريف؟ وانا اقدر ارفض لك طلب؟ هات. طيب ممكن نتكلم بقى؟ هنتكلم في ايه؟ هنتكلم في موضوع في غايه الاهميه، عشان كده عايزك تهدى وتمسك اعصابك وتسمع الكلام اللي هنقوله لك كويس قوي. طب ممكن اسال سؤال؟ اتفضل اسال. تحت امر. احنا هنا فين؟ احنا في وزاره الداخليه. ايه ده يا جماعه؟ هو في حاجة في البلد؟ مفيش يا سيدي حاجة في البلد، البلد بخير. ممكن تسمعني بقى؟ بس قبل ما نتكلم في الموضوع عايز الأول أعرفك بيها. سيادة اللواء عبد الحميد زهران مدير مصلحة الأمن العام. سيادة اللواء شكر حسين مدير إدارة مكافحة المخدرات. سيادة العميد عباس منصور رئيس المكتب المركزي للشرطة الدولية. سيادة اللواء فريد عبد السلام مدير مباحث أمن الدولة. سيادة اللواء حسين الأليوبي مدير أمن المواني. المقدم ماهر عباس من مباحث القاهرة. ازيك يا ماهر؟ ازيك يا اخويا؟ وأنا يا سيدي المقدم علي حسين من مباحث القاهرة برضه. الله. أمال فين سيادة اللواء مدير الإدارة الطبية؟ عايزه إيه؟ أبدا بلغوه إن في مواطن في الوزارة جات له أزمة قلبية. أستاذ شريف احنا لاحظنا في الفترة الأخيرة إن في كميات كبيرة جدا من المخدرات بيتم تهريبها لداخل البلد. وواضح من نوعية المخدرات دي اللي احنا بنقوم بضبطها ومن طريقة تهريبها إن العمليات دي وراها شبكة تهريب دولية كبيرة خارج مصر. وإن الشبكة دي على صلة بشخص موجود ومقيم داخل البلد. وإن الشخص ده هو اللي بيقوم بتنظيم وتنفيذ عملياتهم الخاصة بتهريب المخدرات. وبعد كده بيقوم عن طريق اعوان لي بتوزيع البضاعه المتهربه على تجار المخدرات. الكلام ده بياكد حقيقه واحده، ان في جهات يهمها جدا تخريب شبابنا واقتصادنا تخريب كامل. احنا في حاله حرب يا شريف، حرب ما تقلش في عنفها وشراستها عن حرب الدبابات والطيارات والمدافع، ده اذا ما كانتش اشد واشرس منها كمان. شوف يا شريف، احنا من كام يوم لاحظنا ان في ناس بيراقبوك، والناس دول بيشتغلوا تبع عصابة كبيرة من عصابات التهريب. طيب وبتوع العصابة دول يراقبوني أنا ليه؟ أكيد هم عايزين منك حاجة. وطبعا ما تنساش إن مركزك كرئيس وردية في الجمرك ممكن يفيدهم قوي لو جندوك وخلوك تشتغل معاهم. بقى كده؟ طب على الله واحد فيهم يهوب ناحيتي وليكوا علي أعرف اسمه وعنوانه وأخليكوا تقبضوا عليه في ساعتها. لا بالعكس، إحنا عايزينهم يجندوك ويشغلوك معاهم بالشكل اللي هتفيدنا اكتر. شوف يا شريف، احنا ما يهمناش نعرف افراد العصابه دي، لان معظمهم معروف لينا وتحت مراقبتنا فعلا. احنا يهمنا اولا واخيرا الراس اللي بتشغله، الراجل الكبير اللي بينظم ويخطط مع شبكه المافيا اللي بره. ايوه بس الراجل الكبير ده هنعرفه ازاي؟ هتقعد مع المقدم علي وهو يشرح لك مهمتك بالتفصيل ويفهمك كمان هتقول ايه وتتصرف ازاي. الجماعة هيقابلونا النهاردة بالليل. قلت لهم إن المبلغ لازم يكون جاهز معاهم بالكامل. حصل. اللي قول لي عملتوا إيه في حكاية الواد مأمور الجمرك إياه؟ ما افتكرش يا بصبص الواد ده هينفعنا. ليه؟ لأنهم الجماعة إياهم بتوع الشرف والأخلاق والحاجات اللي بطلت دي. مفيش حد ملوش ثمن. كل واحد ممكن تشتريه. بس المهم تعرف بكام. شوف يا شريف، اهم حاجه عايزك تعرفها ان الناس اللي هتتعامل معاها دي اذكياء جدا ومن اخطر انواع المجرمين، يعني اقل غلطه تعملها ممكن تكلفك حياتك. لا انا مش بقولك كده عشان اخوفك، انا بس عايزك تفهم حجم وخطوره العمليه اللي انت هتقوم بيها.
علشان تبقى مصحصح وواعي لأي حاجة تعملها. واعي يعني إيه؟ إذا كان سيادتك لسه قايل لي إنهم عملوا كمين قتلوا فيه 4 ضباط مباحث، أنا هبقى أنصح منهم؟ لا ما تخافش، إذا مشيت على الخطة اللي إحنا رسمينها مظبوط مش هيحصل لك حاجة بإذن الله. بس أهم حاجة إن مفيش أي مخلوق مهما كان يعرف أي شيء عن اتفاقنا ده. حاضر. فاهم أنا بقول إيه؟ أي مخلوق. حتى والدتك كلمة غلط واحدة ممكن تقولها ممكن تعرض حياتك وحياة اللي هتقولها له للخطر. ربنا يطمنك. ودلوقتي بقى أنا هقول لك إزاي هنرمي الطعم للناس دي علشان نشدهم علينا بالراحة. واحدة واحدة. كده برضه يا شريف. طب طمني يا ابني. كلم الواد سوكا في القهوة يبلغني إنك هتتغدى بره وتتفسح مع أصحابك. معلش يما سامحيني، سوء عليا. قومي يما اعملي كوباية شاي تقيل أعدل دماغي. شاي إيه دلوقتي يا ابني؟ مالك يا حبيبي ملخبط ليه؟ أنا مش ملخبط يا ماما، مش ملخبط كويس. الله، أنت كنت متعزي ولا بتتفسح؟ ده يفسح حاجف، كنت بتفسح طبعًا. طيب قوم أعمل لك تاكل. لا مش عايز آكل، مش عايز آكل، ماليش نفس. هعمل لك تاكل غصب عنك. مش عايز آكل يا أمه، إيه رأيك بقى؟ هعمل لك الشاي. حاضر. خدتنا عليك يا عم طول النهار وأنت قاعد بتتفسح. ليه أنت دارين بحاجة؟ خدي ورقة. تعالى. أمجد. عايزك تجيب لي كل الكتب اللي عندك بتاع شارلوك هولمز وارسين لوبين. لا اصل انا وزعتها لاصحابي لما انت قلت لي ما تقراش فيها. يا حبيبي يا بريء كلك براءه. حسد عليا، انا شايف الكتب دي في اوضه النوم عندك في الدولاب الهدوم نفسها تحت لوحدها. وانت عايزها ليه؟ مش شغلك. الله، انت مش قلت لي ان الكتب دي هايف واللي يقراها يبقى هايف؟ فعلا. طب وانت هتقرا فيها ليه؟ ليه هايف يا سيد؟ احترم نفسك لحبسك عشان مقدم عليك. تودي نفسك في داهيه وتوديني معاك في داهيه. اجيبك معاهم مجلدات تنتن؟ يا ريت. ايه؟ تنتن عايزني اواجه عصابات المافيا والمهربين الاشرار وانا قاري لهم تنتن. المهربين الاشرار مين؟ ايه ده؟ وانا قلت مهربين اشرار؟ ايوه. لا ولا حاجه، يلا خش هات الكتب. واسمع يا علم، انا عايزك تنزل نادي فيديو وتجيب لي كل اعمال الزميل جيمس بوند. جيمس بوند؟ شت. يلا. حاضر. برضه الواحد لازم يعرف كل الزملاء اللي سبقوه في الكار عملوا ايه، واحد كلها خبره. بعد اذنك يا صبري انا عايز افتش الشنطه. ما انا بفتشها. معلش انا عايز افتشها. وانا كمان عايز افتشها. صبري جرالك ايه؟ سيبني شويه. اتفضل معايا يا استاذ. ما هو الاستاذ زميل حضرتك فتشها وما لقاش فيها اي حاجه تستحق الجمركه. وبعدين كل اللي فيها شويه معجون اسنان طبي من نوع خاص. كل ما بكون مسافر بجيب كميه منه عشان الليسه بتاعتي مريضه. لا الف سلام عليك وعلى الليسه بتاعتك. ماشي اتفضل معايا. سوري يا صبري. اتفضل. بتاعتك تقعد تدعك في اللسة تدعك. ها ده غير ان هحميك من جريمة قلب وتهريب مخدرات عقوبتها الاعدام بعيد عنك وعن السامعين. ها افتح محضر وابعت اجيب النيابة والبوليس ولا تدفع من سكات؟ ودي عايزة سؤال. انا مستعد ادفع لحضرتك بس. بس ايه؟ بس انا ما معيش المبلغ اللي انت طلبته مني دلوقتي. نعم يا اخويا، مهرب كيلو ولا كيلو ونص هيروين ومش مسلك مبلغ بسيط زي ده. وتفتكر حضرتك لو معايا المبلغ مش كنت دفعته لك؟ لا شوف بقى، انا اصلي بحب اللمه، ابعت اجيب زمايلنا بتوع المباحث وبتوع النيابه والبوليس. لا فرضك، انا مستعد ادفع. لو سمحت لي اخرج اسلم البضاعه
وهجيب لك المبلغ اللي انت طالبه ان شاء الله الفجر النهارده. لا انا عندي اقتراح احلى من كده بكتير. انا هاخد البضاعه في الشنطه واخرج بيها، محدش هيسالني. الشنطه هتبقى عندي، دفعت المبلغ سلمتك الشنطه باللي فيها. قلت يا فلة حبيبتي يا علا. شريف يا شريف، ايه رايح فين؟ مروح. الله، طب الاتوبيس اهو. معلش انا هاخد تاكسي اصل وصل مشوار قبل ما اروح. ايه الشنطه دي يا شريف؟ دي مش بتاعتي، قصدي بتاعتي، قصدي بتاعت واحد صاحبي، نسيها في الطياره ولقيتها له دلوقتي. ها؟ طيب. باي باي. ها؟ طيب. طب خلي بالك اقعد الاتوبيس. شريف بيه ما ركبش معانا ليه؟ شريف هيفوت على واحد صاحبه. وايه الشنطه اللي معاه دي؟ ما كانتش معاه الصبح يعني. ما هي بتاعت واحد صاحبه، تعبت منه في الطياره فلقاها فراح يوديها له. ايه ايه ولليوه ايه يا انسه؟ الشنطه دي انا لسه مفتشها بنفسي، كانت مع راكب جاي من بنكوك. وبعدين شريف بيه طلب يفتشها بنفسه وخدها هي وصاحبها على الاوضه، وبعدين لاحظت ان صاحبها خرج من غيرها. يمكن الشنطه دي غير دي يا صاحبي. لا هي الشنطة شكلها مميز، بقول لك أنا لسه مفتشها بنفسي، أنا متأكد إنها هي. تقصد إيه بالكلام ده يا صاحبي؟ قولي اللي أنت، معناها إيه الكلام ده؟ هما أكيد مراقبينك دلوقتي عشان يعرفوا أنت واخد الشنطة ورايح بيها على فين. طب واحنا رايحين على فين؟ هوصلك تقابل علي في شقة المعادي. ايه شقة المعادي دي؟ حاسب. لا مفيش حاجة. الشقة دي المفروض انها بتاعتك. احنا مأجرينها مفروش باسمك. وهي دي المكان اللي هتقابل فيه جماعة ياهو. ايوه بس حضرتك مش شايف ان ايجار الشقة دي عالي قوي؟ مش ممكن ان افراد العصابة هيعتقدوا ان انا اقدر عليها لان مرتبي بسيط. لا ناصر، ما تنساش انك انت في نظرهم موظف مرتشي. يعني ممكن تكون مأجرها علشان تتفق فيها على عملك المشبوهة بعيد عن أي حد يعرفك، بعيد عن بيتك. طيب طيب خلاص. الشقة دي مجهزة تجهيز كامل، يعني أي حركة أو همسة هتحصل فيها الأجهزة بتاعتنا هتسجلها بالصوت والصورة، علشان كده عايزك على قد ما تقدر يعني تقابل فيها أفراد العصابة. طيب استفسار صغير ست المقدم، يعني بعد ما العملية تتم بسلام إن شاء الله مش الشقة دي هتبقى بتاعتي؟ لا يا حبيبي، الشقة دي عهدة، أنت عارف لو أي لمبة نقصت منها تخش معانا في إشكالات ما احناش قدها. لا لا، على إيه؟ ربنا يوفقكم. على أي حال احنا عرفنا مكان الشقة اللي مخبي فيها شنطة شكري، وأنا مجهز الرجالة بتوعنا عشان يطلعوا قبل الفجر ياخدوها من هناك. وأنت ليه عايز تعمل كده؟ أمال هنسيب له البضاعة؟ لا، احنا هناخدها بس بعد ما نتفاهم اللي هو عايزه. طب ليه ما دام نقدر؟ ترى إيه يا هيمة؟ مش هو ده الواد اللي احنا بنلف حواليه بقالنا زمان قوي؟ اهو جالنا لغايه عندنا، ما نمدلوش ايدينا ليه؟ ما دام هنستفيد منه. ايوه بس احنا مش عايزين بينا اغراض يا بسمه. يا جماعه الواد ده احنا محتاجينه، وبعدين احنا مش هندخله بينا زي ما انت فاكر. احنا هنطلب منه خدمات وهندفع له ثمنها زي ما حصل النهارده مع شكري. اسمع يا شكري، انا هبعتك انت وهيمة عند الواد المأمور ده وهقول لكم بالظبط تعملوا ايه، وبعد كده سيبوني انا عليه، انا هعرف ازاي اشغله. وانت بقى الراجل الكبير بتاع العصابه؟ لا انا وسط خير، انا جاي اسلمك الفلوس واستلم المعلوم. امال فين المعلم الكبير بتاعكم؟ احنا ما عندناش معلمين. يعني ايه شغالين سبهلله كده من غير رئيس؟ وانت يهمك في ايه؟ ده كان عندنا رئيس ولا ملناش؟ لا برضه المفروض الحاجات اللي زي دي اتناقش فيها مع رئيس مجلس اداره العصابه على طول. اصل الكلام يا استاذ شريف، احنا جايبين الفلوس اللي انت طلبتها وعاوزين الشنطه بتاعتنا اللي فيها المسائل. ايوه بس الشنطه اللي فيها المسائل مش موجوده هنا حاليا. خلاص يبقى نروح نجيبها مطرح ما هي موجوده. ايوه بس بالشكل ده هتاخر على الشغل وتخصم لي يوم. جرايه يا استاذ شريف، في حد يبقى في ايده 25,000 جنيه وخايف يتخصم له يوم في الحكومه بخمسه سته جنيه؟ ايوه على رايك فعلا، المفروض الموظفين المرتشين اللي زي حالاتي ما يبصوش للحاجات الصغيره دي. ايه ده؟ هذا كلام ايه اللي بتقوله ده يا صبري؟
شريف مهران من أكفأ وأنزه الموظفين اللي في الجمرك، وما فيش مخلوق يقدر يشكك في سلوكه وأخلاقه. كل دي إشاعات وأوهام، لكن أنا بقى الوحيد اللي قدرت أكشف حقيقته المخجلة. ما بلغتنيش ليه ساعتها عشان كنا نقدر نظبطه متنفس بجنايه يا سيدي. معلش عدت المرة دي، لكن بعد كده أنا هقفله بالمرصاد، لأن الأصناف دي بتسيء لينا كموظفين وبتضر البلد كمان. برافو عليك يا شريف، انت نفذت كل التعليمات بالحرف. لا طب جد ما تخافش عليك، دي حاجات بسيطه بنعملها وحسابين لينا. ده بارك بارك. شوف يا عم شريف، العربيه دي من دلوقتي هتبقى تحت تصرفك. ودي هتدوها لي بمناسبه ايه؟ موظف مرتشي زيك لسه لاعب 25,000 جنيه من أكبر عصابة مخدرات، لازم يبقى عنده عربية. بعدين دي هتحتاجها قوي الأيام الجاية في تعاملك مع الناس دول. العربية دي مجهزة وهتسهل لنا كتير تحديد مكانك في أي وقت، لأن فيها أجهزة اتصالات ومراقبة. ودي برضو زي شقة؟ تجهيز كامل. لا أقصد يعني هتاخدوها مني زي شقة؟ طبعا يا حبيب، دي عهد. ربنا يوفقكم. شوف يا سيدي، انت بمجرد ما تدخل العربية وتدور مفتاح الكونتاكت هنقدر عندنا نحدد مكان العربية بالظبط، وطول ما انت ماشي بيها هنقدر نحدد خط سيرها. جهاز الكاسيت ده لو دوست على الدراع ده كده ناحيتك، الشريط اللي جواه هيسجل لنا الحديث اللي بيدور بينك وبين اللي قاعد معاك. في نفس الوقت هنا في كاميرا هتصور لنا بالأشعة تحت الحمراء اللي قاعد جنبك واللي قاعد وراك. نفس الدراع ده لو دوست عليه لقدام كده